ما علاقتنا نحن بهذا الحدث العظيم الذي كان تأريخاً للتقويم الهجري؟ ما علاقتنا بهذا الحدث العظيم؟ قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فتن كقطع الليل المظلم، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة الكرام، الكلمة الفاصلة عبادة في الهرج، يعني في الفتن، في زمن الفتن، في زمن الكاسيات العاريات، في زمن الضلالات التي تأتي من خلال القنوات، في زمن أكل المال الحرام، في زمن قتل كعقاص الغنم لا يدري القاتل لما يقتل ولا المقتول فيما قتل، في زمن عقوق الوالدين، في زمن الانحلال، عبادة في الهرج كهجرة إلي. يمكن أن تكون الهجرة أن تهاجر من مكان إلى مكان، ولا هجرة بعد الفتح، ولكن يمكن أن تهاجر حينما تهجر ما نهى الله عنه. إذا هجرت ما نهى الله عنه صرت غريبا في المجتمع، وهذا محور الخطبة. ما علاقة الغربة بالهجرة؟ إنك حينما تهاجر إلى الله ورسوله، وحينما تعبد الله في زمن الفتن، أنت حينما تطيع الله ورسوله وحولك يعصون الله ورسوله، أنت حينما تريد الله والدار الآخرة ومن حولك يريدون الدنيا، أنت حينما تسعى لتحقيق مبدأ عظيم وحولك من يسعى لتحقيق مصلحة كبيرة، حينما تكون الهوة كبيرة بينك وبين من حولك فأنت مهاجر إلى الله ورسوله. عبادة في الهرج كهجرة إليه. حينما تعبد الله في زمن الفتن، حينما تعبد الله في زمن الانحلال، حينما تعبد الله في زمن الكاسيات العاريات، أنت حينما تعبد الله في هذا الوقت مهاجر إلى الله ورسوله. أيها الإخوة الكرام، أصل الغربة هذه الآية. قال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. قلة قليلة تنهى عن الفساد في الأرض، قلة قليلة متمسكة بكتاب الله وسنة رسوله، قلة قليلة لا يضرها من خالفها، قلة قليلة ظاهرون على الحق، قلة قليلة مستمسكون بأصل هذا الدين العظيم. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. الإسلام كما ظاهر في أوجه، مساجد ضخمة واحتفالات عظيمة ومؤتمرات عظيمة وكتب قيمة، كل شيء من حيث المظاهر في أوجه، ولكن من حيث أن الإسلام منهج يطبق في البيوت، يطبق في الأعمال، يطبق في كسب الأموال، يطبق في إنفاق الأموال، يطبق في الأفراح، يطبق في الأحزان، كمنهج تفصيلي يغطي كل حركة وسكنة في حياة المسلم، هذا هو الذي نفتقده اليوم. بقي من الإسلام العبادات الشعائرية، يصلي المسلمون
لكن هؤلاء الذين يرتادون المساجد يوم الجمعة كم عددهم في صلاة الفجر؟ ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. كم عددهم في صلاة العشاء؟ ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح. هؤلاء الذين يرتادون المساجد في الصلوات الخمس كم عددهم؟ أيها الإخوة الكرام، بدأ الإسلام غريبا كما قال عليه الصلاة والسلام، وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء. قيل: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس، إذا أكل الناس المال الحرام يوجهونهم، إذا سرت بين الناس ما يغضب الله عز وجل، اختلاط وفجور وقلة حياء، إذا وقع الناس في هذه الآثام يصلحونهم. أيها الإخوة الكرام، وفي حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى للغرباء. قالوا: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين يزيدون إذا نقص الناس. قال شراح هذا الحديث: إذا كان هذا الحديث بهذا اللفظ محفوظا فأغلب الظن أن معناه الذين يزيدون خيرا وإيمانا وتقا وصلاحا إذا نقص من دين الناس ما نقص. إذا نقص دين الناس، نقص ورعهم، نقص التزامهم، نقص إخلاصهم، زاد هؤلاء إيمانا واستقامة وورعا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: النزاع من القبائل. النزاع واحده نزيع، والنزيع هو الذي يسكن إلى جوار القبيلة وليس منهم، ليس من القبيلة، غريب عنهم، لا يعرفونه، ينكرونه. النزاع من القبائل. قد يكون الإنسان غريبا في أسرته، وغريبا عند زملائه، وغريبا عند جيرانه، وغريبا في مجتمعه. إذا تعفف عن المال الحرام اتهم بالجنون، وإذا تعفف عن رحلة لا ترضي الله اتهم بالغباء، وإذا تعفف عن مجلس فيه غيبة ونميمة اتهم بالتزمت. هذه هي الغربة. إن أردت أن تكون مقيما لأمر الله متبعا لسنة رسوله صرت غريبا بين أقرب الناس إليك. وفي حديث عبد الله بن عمرو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن عنده: طوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: أناس صالحون قليل في أناس كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. القسم الأول من الحديث متشابه، أما القسم الأخير مختلف. الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، والغرباء الذين يزيدون إذا نقص الناس، والغرباء النزاع من القبائل، والغرباء أناس صالحون قليل في أناس كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحب شيء إلى الله الغرباء. قيل: ومن الغرباء؟ قال: الفرارون بدينهم. يفر بدينه إلى جبل شاهق، يتبع به شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه، يفر بدينه من فتنة، من حفلة، من لقاء،
من اختلاط، من فساد، من منكر، من ضلالة، يأوي إلى بيته وإلى مسجده، يصون نفسه. والهجرة أيها الإخوة في حقيقتها هجرة إلى الله، أن تتجه إليه. أيها الإخوة الكرام، أنا أبشر كل مؤمن التزم أمر الله واتبع سنة رسوله بأنه مهاجر وله أجر المهاجر، بتعريف النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وفي حديث آخر: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ التعريف الخامس: قال: الذين يحيون سنتي ويعلمونها الناس. أيها الإخوة الكرام، مرة ثانية لئلا نتوهم أن الغربة أن تكون مسلما بين كفار، لا، الغربة أن تحس بالغربة وأنت بين المسلمين، وأنت في مجتمع مسلم، وأنت في مجتمع يؤدي الصلوات، وأنت في مجتمع يرفع شعارات الإسلام. الغربة الحقيقية أن تشعر أن الذين حولك لا يفهمون من الإسلام إلا عباداته الشعائرية. أما المعاملات، أما الأمانة، أما الصدق، أما بر الوالدين. ألم يقل سيدنا جعفر رضي الله عنه حينما سئل عن الإسلام من قبل النجاشي، قال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأتي الفواحش ونسيء الجوار ونقطع الرحم، حتى بعث الله فينا رجلا نعرف نسبه وعفافه وصدقه وأمانته، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والنساء. أيها الإخوة الكرام، في محلك التجاري في بيعك وشرائك، كم تاجر يحلف يمينا كاذبة لينفق سلعته؟ في مستوى بيع البضاعة، كم إنسان يرتاد المساجد وهو يغش المسلمين ليحقق أرباحا طائلة ولو على حساب صحتهم؟ كم إنسان معه بعض القوة يبتز أموال الناس ليحقق ثروة طائلة؟ هذا هو الإسلام. الإسلام أمانة، الإسلام صدق، الإسلام تواضع، الإسلام إنصاف، الإسلام إخلاص. من خلال هذه المعاني يشعر المتمسك بدينه بغربة ما بعدها غربة. قال نافع عن مالك: دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه المسجد فوجد معاذ بن جبل جالسا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فقال عمر: ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هلك أخوك. قال: لا، ولكن حديثا حدثنيه حبيبي صلى الله عليه وسلم وأنا في المسجد. فقال: وما هو الحديث؟ قال: إن الله يحب الأخفياء الأتقياء الأبرياء، الذين إذا غابوا لم يفتقدوا، وإذا حضروا لم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى، يخرجون من كل فتنة عمياء مظلمة، هؤلاء هم الغرباء الممدوحون الذين مدحهم النبي عليه الصلاة والسلام، المغبوطون ولقلتهم في الناس سموا غرباء، فإن أكثر الناس على غير هذه الصفات. أيها الإخوة الكرام، حقيقة دقيقة جدا. قال العلماء: أهل الإسلام في الناس غرباء، أهل الإسلام في الناس غرباء، والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء، وأهل العلم في المؤمنين غرباء، وأهل السنة الذين يميزونها من الأهواء والبدع
هم غرباء، والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين هم أشد هؤلاء غربة. الغربة الأولى المسلم في عامة الناس، والغربة الثانية المؤمن بين المسلمين، والغربة الثالثة العالم بين المؤمنين، والغربة الرابعة أهل السنة بين العلماء، والغربة الخامسة الداعون إلى الله بصدق وجرأة وإخلاص ولو خالفهم من خالفهم هم أيضا غرباء. غربة أولى وثانية وثالثة ورابعة وخامسة. قال أولئك، طبعا يؤكد هذا المعنى قوله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، أولئك هم الغرباء من الله ورسوله ودينه. وغربتهم هؤلاء الذين الكثرة الكافرة غرباء من الله ورسوله ودينه، غربتهم هي الغربة الموحشة وإن كانوا هم المعروفين المشار إليهم. إذا كنت مع أكثرية المنحرفين فأنت غريب من الله ورسوله ودينه وآخرته، وإن كنت مع المؤمنين فأنت غريب من الناس. ورد في الأثر أن سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام حينما هرب من قوم فرعون وانتهى إلى مدين على حال ذكرها الله في القرآن الكريم، وحيد غريب خائف جائع، قال يا ربي وحيد مريض غريب. قيل له يا موسى الوحيد من ليس له مثلي أنيس، والمريض من ليس له مثلي طبيب، والغريب من ليس بيني وبينه معاملة. هذه هي الغربة الحقيقية. أيها الإخوة الكرام، بعضهم وصف الغربة بأحوال كثيرة، فغربة الحال صاحب صلاح ودين بين قوم فاسدين غريب، صاحب صلاح ودين بين قوم فاسدين غريب، وصاحب علم ومعرفة بين قوم جهال غريب، وصاحب صدق وإخلاص بين أهل كذب ونفاق غريب. أيها الإخوة الكرام، الصادق هو الذي صدق في قوله وفعله وصدق الحق بقوله وعمله، عندئذ انجذب إلى الله عز وجل فكان من سعداء الدارين. يقول عليه الصلاة والسلام كن في الدنيا كأنك غريب، كن من أبناء الآخرة، حينما تنقل اهتماماتك إلى الآخرة فأنت من أبناء الآخرة. أهل الآخرة يسعدهم العطاء ولا يسعدهم الأخذ، أهل الآخرة يسعدهم بذل الجهد لا استهلاك جهد الآخرين، أهل الآخرة سعادتهم في قربهم من ربهم لا في دنياهم العريضة، أهل الآخرة سعادتهم الكبرى إذا أجرى الله على أيديهم الخير. إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما استعملك. سؤال دقيق، إن أردت أن تعرف مقامك عند الله كيف استعملك الله؟ استعملك الله في خدمة الخلق، في تعريفهم بالحق، استعملك الله في نشر الخير، في نشر مصالح المسلمين، أم استعملك في شيء آخر، في أخذ أموالهم أو إذلالهم أو أن تبني مجدك على أنقاضهم؟ كيف استعملك الله عز وجل؟ إن أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما استعملك. ولا بد لكل واحد منا أن يسأل نفسه هذا السؤال المحرج، ما العمل الذي أعرضه على الله يوم القيامة؟ حجمك عند الله بحجم عملك الصالح،
من أنت الذي أكلته وشربته واستمتعت به لا يذكر يوم القيامة؟ ما العمل الذي يمكن أن يعرض على الله عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه؟ هل دللت على خير؟ هل دعوت إلى الله؟ هل أنفقت من مالك الذي جمعته من حلال في عمل يرضي الله؟ ما الشيء الذي تقدمه بين يديك يوم القيامة؟ لا جهاد ولا صدقة، فبما تلقى الله إذن؟ أيها الإخوة الكرام، غربة قد تكون في مكان دون مكان، ووقت دون وقت، وبين قوم دون قوم، ولكن أهل هذه الغربة هم أهل الله حقا، فإنهم لم يأووا إلى غير الله، ولم ينتسبوا إلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يدعوا إلى غير ما جاء به. هم الذين فرقوا الناس، وهم أحوج ما يكونون إليهم. فإذا انطلق الناس يوم القيامة مع آلهتهم بقوا في مكانهم، فيقال لهم: ألا تنطلقون حيث انطلق الناس؟ فيقولون: فارقنا الناس ونحن أحوج إليهم منا اليوم، وإنا ننتظر ربنا الذي كنا نعبده. فهذه الغربة لا وحشة على صاحبها، بل هو آنس ما يكون إذا استوحش الناس، وأشد ما تكون وحشته إذا استأنس الناس. فوليه الله ورسوله والذين آمنوا. يقول عليه الصلاة والسلام عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحاذ، يعني حمله خفيف، ذو حظ من صلاته، أحسن عبادة ربه، وكان رزقه كفافا، وكان مع الله غامضا في الناس، لا يشار إليه بالأصابع، وصبر على ذلك حتى لقي الله، ثم حلت منيته، وقل تراثه، وقلت بواكيه. هذا أغبط أولياء الله عند الله. ومن هؤلاء الغرباء: رب أشعث أغبر ذي طمرين، لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم عن ملوك أهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كل ضعيف أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره. المؤمن أيها الإخوة في الدنيا كالغريب، لا يجزع من ذلها، ولا ينافس في عزها، للناس حال وله حال، الناس منه في راحة، وهو من نفسه في تعب. قال بعض التابعين: التقيت 40 صحابيا من أصحاب رسول الله، ما منهم واحد إلا وهو يظن نفسه منافقا لشدة خوفه من الله، بينما المنافق يبقى 40 عاما في حال واحدة، بينما المؤمن الصادق يتقلب في اليوم الواحد في 40 حالا. أيها الإخوة الكرام، من صفات الغرباء الذين غبطهم النبي عليه الصلاة والسلام التمسك بالسنة إذا رغب عنها الناس، وترك ما أحدثوه وإن كان هو المعروف عندهم، وإخلاص التوحيد وإن أنكر عليه الناس هذا، وترك الانتساب إلى أحد غير الله ورسوله. هؤلاء الغرباء منتسبون إلى الله بالعبودية له وحده، وإلى رسوله بالاتباع لما جاء به وحده، وهؤلاء هم القابضون على الجمر حقا، وأكثر الناس لائم لهم. أيها الإخوة الكرام، هذه بعض الحقائق عن الغربة: الغريب في دينه بسبب فساد دين من حوله، في تمسكه بالسنة وتمسكهم بالبدعة،
غريب في اعتقاده لفساد عقائدهم، غريب في صلاته لسوء صلاتهم، غريب في طريقه لضلال وفساد طرقهم، غريب في نسبته لمخالفة نسبتهم، غريب في معاشرته لهم لأنهم يعاشرونهم على ما لا تهوى أنفسهم. أيها الإخوة الكرام، عود على بدء. أحداث الهجرة ووقائع الهجرة سمعها المسلمون عشرات المرات، بل بضع عشرات المرات. البطولة أن تسأل نفسك هذا السؤال: ما علاقتي بالهجرة؟ علاقتي بالهجرة أنني إذا هجرت ما نهى الله عنه ورسوله كنت مهاجرا حقا، وعلاقتي بالهجرة وأنا في زمن الفتن أن عبادة الله في الهرج كهجرة إلي. وقد قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. 57 مليون إنسان مصاب بالإيدز، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالغريب من عافاه الله من هذا الفساد، الغريب من عافاه الله من هذه البدع، الغريب من عافاه الله من هذا الانحراف. يا أيها الإخوة الكرام، كونوا واقعيين، لا تجعل الإسلام تاريخا، اجعله واقعا. إذا فهمنا أحداث الهجرة ووقائع الهجرة وذكرنا ما جرى في الهجرة فهذا تاريخ. أما إن جعلت الإسلام واقعا، إن قلت ما علاقتي بالهجرة، ينبغي أن أكون في عداد المهاجرين دون أن تنتقل من بلد إلى بلد، أن تحافظ على دينك وأنت في بلدك، أن تأوي إلى بيتك فتعبد الله فيه، وأن تأوي إلى مسجدك فتعبد الله فيه. أما الأماكن التي لا ترضي الله ينبغي أن تهجرها، وأما الكسب الحرام ينبغي أن تهجره، وأما الجلسات التي لا ترضي الله يجب أن تهجرها، وأما اللقاءات التي تغضب الله ينبغي أن تهجرها، فأنت مهاجر. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين.